شاء الله، يعطيك العافية. المغرب ياخذوا لحمه مفرومه حواوشي مع الخضار يودوها المخبز. المصريين اللي يعرفوا شاي مصري يقولوا شاي عروسه. اوه السحلب. ده للطعميه وده للفول، هو زي الفول المعلب. احلى قهوه تقدم للضيوف واحلى مزاج. بيطلع بخور جميل جدا جدا، اجمل من بخور العود. قهوتنا. الدكتور بيقول لهم شوفوا الرجله صدانيه. سواقني عشان تقدر تاكل فيها اكبر كميه. القاش فيها القهوه السودانيه. قهوه سودانيه اللي هي تجيك بنفس الشكل هذا، القهوه السودانيه. فنجال زي كده يمكن في ناس ما تشربها. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف. السلام عليكم. تقريرنا اليوم عن شارع السادة، او زي ما يسميها البعض شارع السودانيين. هذا الشارع موجود بمنطقة القصيم وسط بريدة بقرب دوار السادة، وهو يمتاز بكثافة سكانية من الإخوة السودانيين، ومع الوقت أصبح في تطور جميل وملحوظ بالمحلات السودانية مثل المطاعم والمخابز البقالات ومحلات الملابس السودانية، حتى الحلاق سوداني. يعني لما تكون بهذا الشارع راح تحس بحياة سودانية جميلة وكأنك عايش في بلدهم، تجد منهم الابتسامة والمحبة وحسن الضيافة. ونبدأ موضوعنا الرئيسي مع إحدى الأخوة السودانيين اسمها أبو زينب، راح يعطينا مقدمة مختصرة للمحلات الموجودة في هذا المكان. نشرب قهوتنا إن كنت تهوانا، وقف على بابنا واعيين وسكران. هذا المقهى اتخذ شكله التقليدي المستوحى من التراث السوداني، وتميز خاصة بالقهوة السودانية وتسمى الجبنة، وكذلك الشاي مع القرنفل أو بلبن، وجميعهم تقدم مع الزلابية اللي إحنا نسميها قيمات. ومن ناحية الأسعار، هذا الصحن كلفني 3 ريال فقط. هنا شارع السادة في بريدة جنب دوار السادة وتتجه شرقا طوالي. الشارع ده على طول فيه عدة دكاكين سودانية ما شاء الله، يعني منتجات سودانية، فيها الأغراض السودانية كلها، فيها قهوة سودانية، فيها مطاعم سودانية، فيها حلاق، فيها تياب سودانية. القاش فيها القهوة السودانية والحليب السوداني والزلابية والشاي الأحمر. هي قهوة سودا ومعها هيل وإيش كمان؟ زنجبيل. زنجبيل ما شاء الله. القهوة السودانية لا طقوس طبعا، وتختلف من منطقة لأخرى، يعني في شرق السودان تختلف، هي نفس القهوة هي لكن طقوسها تختلف، من الوسط من الشمال من الغرب. الفترة اللي هي تحمس فيها تمرر على كثير من الناس اللي يكونوا موجودين. أيوة. هذه الدخان حقها والبخور حقها، ريحتها هذه هي لها دور كبير جدا في التكيف، رائحة مكيفة جدا جدا للناس، كثير من الناس اللي هم يعني يشربونها بكثرة يعني، وعندهم في ناس يشربوها في أوقات محددة، وفي بعض الناس يشربوها طول الوقت يكون يشربوها. هذه يسمونها الجبنة. هذه في كبيرة وفي صغيرة، وفي واحدة من الفخار. من الفخار هي طبعا مميزة، يعني اللي يعطيك قهوة على جبنة من الفخار هو أكرم. جد الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف، الاسم من السعودية هنا، الوالد كان هنا ورحمة صديق الدكتور، والحين مقيم في بريدة هنا. طبعا يعني نورت انت اول حاجه الليله، وبادره جميله منك انك تتكلم عن جزء من تراثنا اللي هو القهوه السودانيه. القهوه عندها عادات وتقاليد، جزء منها
بتكون في البيوت اللي هي قهوة الفخار وزايد إضافات معها زي المكسرات كده اللي عندكم أنتم مثلا مع القهوة العربية، هي بتكون عندنا إحنا فريق، هي منتجات سودانية خالص يعني زي الفشار النبك الكونغاليز، هذه منتجات ممكن أنا أقول لك الأسامي أنت ما تعرف عنها حاجة لأنه إلا تبحث عنها بتعرفها، اللي هي منتجات سودانية ومن أشجار يعني تنمو في السودان الدوم، فمن كل منطقة لمنطقة هي بتفرق. فنجال زي كده يمكن في ناس ما تشربها، في فنجان نجم فنجال اسمه فنجال أب نجم، أب نجم أم نجمة أي بكون عليه نجوم، نجوم ده بيشربوا عليه واسمة النجوم دائما ليش؟ يعني جزء من الكيف كده من التغاليد يعني تغاليد الزول هذا ما شاء الله رومانسي شوف الفنجان حقه حبيبي الليله بالليل هناك في محل يوم داك حلو شارع النيل حلو بسمعه. شوف الأكل السوداني ده يعني بيختلف، بس اكتر اكله مشهوره عندنا الشيه زي ذا الكمونيه، هذه اللي يعرفوها الناس هنا يطلبوها اخوان السعوديين الشيه. ايوه الشيه والكمونيه هذه اكثر شيء اكثر ايوه وجبتين الناس. طيب وانت ألد وجبه هي الشيه طبعا الشيه اللي هو اللحم على الجمر. هذا المطعم متميز في الإدامات السودانية وفي إدامات برضو إدامات صحية، يعني مثلا الرجلة فيها مواد الكالسيوم، زول ناقص حديد يقول لي الدكتور يقول له امشي وكل رجلة سودانية توفر فيها الكالسيوم. هنا يا بوكا عبد الباقي في المطعم هذا أيوة. الاكلات الموجوده مثلا عندك المرقيقه تعمل مثلا بالبلويكه اكله لذيذه، الكسره بتتعمل من مثلا تتعمل من الدقيق كويس، وعندك ملحم رقيقه ده احلى 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 احلى, أحلى ملحم ايوه اللحم ده الشيء الشيء ده احلى حاجه، لازم تكون شحناي سواكنيه سواكني عشان تقدر تاكل فيه اكبر كميه. الكركديه مشروب لذيذ جدا بارد ولا حار؟ والله يا اخي بارد بديك امتيازات وسخن بديك امتيازات. ايش امتيازات البارد وايش امتيازات؟ ايوه حلو بارد بريح الاعصاب منزل الضغط، سخن ممكن يرفع لك الضغط. دي بتعتبر المنتجات السودانية، فيها النباتية والعصائر، وفي نبات كده يستخدم للعصائر وفي نبات يستخدم للملحات، هنا يقولوا على الإيدام كلها تدخل، وفي نبات علاجي برضو مثلا زي الكركديه والقرط، والهنا يستخدموا للنزلات البام يقوموا ينشفوها ويصحنوها بتبقى ويكا برضو عند المنتجات السودانية. تستخدم يعني في اللحمة المفرومة، في المرق بتاع اللحمة حق الغنم، وفي اللحمة المجففة هي بيقولوها اللحمة السودانية دي مجففة. ممتاز. هذا دقيق الزورة، هذا دقيق الزورة الأبيض، هو بيستخدم مع الويكة يعني بيستخدم للكسرة والعصيدة السودانية. هي الكسرة وجبة السودانية يعني في أي معروفة يعني كسرة والعصيدة يعني تستخدم مع الويكة. هذا من السمسم والحليب؟ لا من السمسم الصافية من الفول السوداني.
ما شاء الله. كذاك منتجات سودانية. هذه من السودان ها؟ ده البسكوت السوداني هاي. مع الشاي. ايوه كويس شديد بعدين سكر وماء كثير زاد. دي هذا عصير التبلدي جاهز ومحلى شوي ما شاء الله من ثمار تبلدي. هذه الحبوب حقته. هذا الخام. هذاك مستخلص منه ولا؟ من هنا. الحين بيطلعوا منه حلاوة وبيعملوا منه حلاوة. عندنا الدلكة السودانية. الدلكة السودانية هذه طبعا بيستخدموها عندنا العرايس والوزدينة في البيت يعني فيها رائحة طيبة مستخلصة من جميع العطور ويعني زي ما يقولوا ساونة طبيعية. ده الشاف. الشاف نعطيه العطور ونعطيه شوية السكر ونسبقه عليه بيطلع بخور جميل جدا جدا أجمل من بخور العود. هذا الطلح. طلح. الطلح السوداني. الطلح السوداني بيستخدم عندنا حاجات كثيرة جدا جدا علاج الركب والمفاصل والرجول جميل جدا ويستخدموه أكثر عندنا حاجة يستخدمونه النسوان يعني. وهذه بنحط البخور هنا هاي مع الجمر وتولع البخور فيه وبنخده ما شاء الله كذا بهالشكل هذا كذا تقدم. أيوة. ويضاف في الصينية مع الجبن. أيوة والبخور بيكون طالع منه وراحته زكية جدا جدا. بكم البخور أنتم تبيعوا بالربع كيلو بالجرام؟ بعشر ريال العلبة. عشر ريال. هذه القهوة هاي الطريقة التقليدية. أيوة. مصنوعة من الفخار بنصفي عليها الجبن السودانية. هذه الجبن السودانية. أيوة. نصفي عليها. أيوة. بنعطيها شوية جنزبير وبنعطيها شوية هيل وبعد داق بنصفيها هنا في الأخير بنصفيها على أساس إنها تروق وبتجلس عليها وأحلى قهوة تقدم للضيوف وأحلى مزاج. هذه بكم الجبن الألمنيوم أو الحديد؟ هذه بعشرين. شطة من جنوب كردفان ما شاء الله. حباتها صغيرة الشطة. حباتها صغيرة وحارة جدا والله. الحين كل الحاجات متوفرة الحمد لله. المنتجات موجودة والمطعم السوداني للوجبات السودانية موجودة والحلاق موجود يعني الحمد لله. والملحمة السودانية الحين إضافة جديدة ما شاء الله. يعني اللحم سواكني موجود والحمد لله كلها موجودة وكأنه في أم درمان وكأننا في بلدنا الثاني السعودية. حياكم الله. الله يحييك. وعاداته وتقاليدها قريبة من السودانيين كثير يعني والحمد لله ما في شيء ناقص وكأننا في وطننا والله. الثياب السودانية فيه أحذية سودانية وفيه ثياب سودانية سديري نفس اللابس وأنا كله ده وفيه مراكيب أصلة ثعبان يعني مركاب نعول يعني جلد ثعبان صحيح؟ نعم هي اللي كيف تعرف الثعبان الكبير والصغير؟ فلس بتاعه القشره. القشره يبين انه ثعبان كبير وصغير. طيب ايش الفرق؟ في فرق بالسعر ولا ما في فرق؟ في فرق بالسعر. هذا اجود. الثعبان الصغير. الثعبان الصغير ده سعره ب 250 ده سعره ب 130. اوه فرق. فرق النص. طيب ايش اللي يفرق؟ ليش هذا يخليه هذا غالي وهذا رخيص؟ الجلد جلد الثعبان الصغير الكوبرا اجود. وأقوى في الحذاء. ده أقل جودة. من البقر ما شاء الله. من البقر أيوه. وعندنا جلد بتاع ماعز. ما شاء الله حتى الماعز برضو تطلع منها جلد. ده جلد ماعز. سبرية ما بس محلية. طيب بكم هذا؟ ده 150. 150. والثعبان الصغير يوصل 200. 150. ثعبان كبير. ثعبان كبير بكم؟ 130. أيوة. والبقر؟ 120. 120 ما شاء الله. في سعوديين يلبسوا اللبس يلبسوا ناس السكر يلبسوا هذا كله. هذا الأسود العريس. أيوة. والرجال الثانيين هذا النوع. أيوة. ما شاء الله. الحجاج الكبار هناك البنات الشابات وهنا البنات أبيض وأسود حجة كبيرة. خلاص هذا متفق بينكم أنتم السودانيين. أيوة. كذا. أيوة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. وفي منتصف شارع السادة راح تلاقي محل اسمه فهد السيف للمواد الغذائية. هذا المحل متخصص بالمنتجات المصرية منها محلية الصنع ومنها مستوردة من مصر. راح تلاقي عندهم كل ما يخص المائدة المصرية مثل الأجبان والمخللات وكذلك السمنة والزبدة حتى الحلويات والكعك المصري والكثير من المنتجات الخاصة بهم. أنا متأكد أنها راح تعجبكم. هذا الشاي العروسة. شاي العروسة فتلة وسايب علاقي هذا مفضل عند المصريين. هذا الشاي الوردة.
كان موضوع الحياة المصرية يهمك أكثر فأنصحك بشارع الخالدية، قريب منه تلاقي هناك محلات أكثر تخص الأخوة المصريين وتعيشك جو مصري وكأنك بأحد شوارع القاهرة. كل شيء فيها جميل وبسيط وحياة حلوة، ومن ناحية المحلات راح تلاقي وفرة بمحلات العصائر والجزارين والمطاعم اللي راح تخليك تحتار من أي المطاعم تبدأ، وأسعارهم جدا معقولة. مصري الجنسية، عبد الله لطفي نظم البحراوي جزار، مقيم هنا في حي الخبيب شارع الخلدية، أعمل ملحمة. الحين هنا شارع الخلدية متوفر فيه جميع أغراض أي شيء مصري، أكلات مصرية، خبز مصري، أي ما يخص المنتجات المصرية موجودة. أنا اخترت مطعم ليالي المحروسة، لفت انتباهي اسم المطعم ونظافته وتباعد الزباين، والمكان متسع للجميع. واللي عجبني أكثر هو لذة الطعم فيه. مثلا أنا تعشيت عندهم وكان طلبي حواوشي وحمام محشي ومشروب غازي، كلفني فقط 36 ريال. طبعا الملوخية والطحينة والسلطة تقدم مجانا مع الطلب. يجي العامل برضو خش البقالة، كل شيء موجودة، منتجات مصرية، يروح المطعم كل حاجة موجودة، ما بلفش يمين ولا يسار بدون أي سيارة كمان، من سكنه لهنا لهنا ويجلس في المكان، وكلنا الناس روحها حلوة، بتساعد بعض، بتشيل بعض. طيب إيش المحلات اللي موجودة في مصر نفسكم تكون موجود زيها هنا؟ والله كل شيء، كل شيء متوفر. والله المقهى مصري، مقهى مصري بس هي ناقصة، المكان هنا مقهى مصرية، يحتاج مقهى مصري. سندوتشات كريب برضو، ما شاء الله كريب مش موجود يعني هنا في الشارع. وبزيارتي الثانية حبيت أجرب الغداء بنفس المطعم، وطلبت منهم فقط المنبار مع المشروب، لكن قدموا معها شوربة لسان العصفور وسلطة وتحلية رز بلبن. طبعا المنبار كان مقرمش وساخن ولذيذ، متأكد أنه راح يعجب محبي الأطباق الساخنة، فالأفضل تأكلها عندهم في المطعم. وطبعا هذا الطبق كلفني 16 ريال فقط. وبنهاية شارع الخالدية مع شارع الإمارة تلاقوا محل اسمه مخبوزات حكاية للخبز المصري. خبزهم مميز وجميل، واعتبره من أفضل المخبوزات عندي، لأن تجيك الحبة متينة وطعيمة ومتماسكة، تنفع للمحاشي والإدامات والفول وسندوتشات الطعمية، وبرضو تعطي طعم متوازن مع أي طبق بخلاف خبز المصانع، يكون رقيق وخفيف وتخليك ما تدري أنت أكلت خبز ولا ورق تغليف. وفوق ذلك برضو أنا أعتبرها أفضل من التميس اللي عادة يكون سكره كثير ويدروخ من الثقل. طبعا هذا المخبز عنده الخبز 4 حبات بريال، وأنصح تجربتها مع الإدامات، خاصة إدام اللحم، لما تغمسها وتاكلها راح تذوب بالفم كأنك أكلت لحم هرفي لباني. وإذا يهمك فطور مصري خفيف وعلى السريع أنصحك بمطعم الأسطورة بنفس شارع الإمارة في حي الخالدية، عندهم ساندوتش طعمية لذيذة ورخيصة ومشبعة، حبتين مع العصير ب5 ريال. وهذا تقريرنا البسيط معهم. ساندوتش فلافل عبارة عن حبتين فلافل، سلطة، باذنجان، بطاطا، ساندوتش الكبدة، وضاف عليها سلطة حسب الرغبة، عايز سلطة مش عايز. هذا الفول مصري، هذا المنشأ مصري. المنشأ مصري، ده فول حبة، ده بتعمل اللي هو الفول اللي في القدرة اللي بتاكل العادي. ده الفول بتاع الطعمية، فول مجروش، شركة الجميل طبعا هنا معروفة، شركة الجميل جميل. فول ده فول استرالي، ده الفول الحب ده بيتنقع من 5 لـ6 ساعات وبيفضل على النار برضك من 6 لـ7 ساعات. 6 لـ7 يعني 12 ساعة علشان يكون جاهز للأكل. نقع وطبيق. والثاني نفس الشيء ولا؟ لا ده بيتنقع بس وبتعمل طعمية، ده بيتعمل جوه طعمية في المفرمة، بيتعمل مع خضار، مع بصل، مع توم، مع بقدونس كده يعني. في فرق بين الطعمية والفلافل، الطعمية المصرية دي بالفول اللي هو الفول ده، أما الفلافل دي اللي هي بالحمص اللي هي الفلافل الشامية.